مثلا إذا شفنا إحنا شمعة في نفس هذه اللحظة، صورة الشمعة بتوصل للمخ وتترسم وتتسجل على طول. إذا جينا بنقرب بصابعنا من الشمعة هيبقى فيه إحساس بلسعة، الإحساس ده فورا يتنقل عبر أعصاب الحس ويوصل يطلع في الحبل الشوكي ويطلع نسخة منه للمخ، ويجي أمر المخ يقول لك رجع صبعك، وبعدين كل ده يتحفظ منه نسخة، كل الحادثة دي يتحفظ منها نسخة في المخ. حادثة رؤية الشمعة وحادثة اللسعة كل ده يتحفظ في المخ عشان يبقى بعد كده مرجع، أي حادثة مماثلة على طول المخ يقول لك اوعى لحسن ده صبعك هتحرق رجع صبعك، يدي أمر لعضلات الصوابع فالواحد على طول يرجع إيده فورا، بتبقى بعد كده الحركة تلقائية، روح الواحد مرجع إيده على طول. ده نموذج من اللي بيحصل في كل حادثة صغيرة بنشوفها وكل خبرة صغيرة. وإحنا قلنا إن العين زي الكاميرا بتلقط صورة على شاشة الإبصار، لكن المخ وظيفته أخطر لأنه هو اللي بيحمض الصورة دي وبيظهر الصورة دي وبيعمل تحليل شفري للنبضات الكهربائية، وبعد كده الصورة دي لما تطلع تعرض على مركز الذاكرة وتضاهى على مراكز المعلومات الموجودة في المخ، يحصل بعد كده عملية تعرف، واحد يقول آه دي القلعة بتاع الكونت فلان، وده كله بيحصل باستمرار طول ما الواحد عايش. الصور تتلقط وتتسجل وبعدين تتحلل شفرتها في المخ وبعدين تضاهى بالمعلومات الموجودة وبعدين المخ يقول رأيه، كل دي عمليات بتحصل على مستويات عالية جدا من الدقة وعلى مستويات من التعقيد يعني لا تخطر على بال.